لك الخساره. كيف شايف مستوى الفريق اليوم؟ والله اليوم الزهراء ما قدم، الشرطه افضل منه، بس وحقها نعمه الله. ما هند قاسم يمشي على الجمهور يصيح جزاء يديها جزاء، يصيح مو جزاء ما يديها، الحكم يمشي على الجمهور. ما هند قاسم كل شيء ماكو تيمال. طه كم طه الكتل اللعبه اليوم. مهند قاسم دمر اللعبه بسافراته وبهذا. الدقيقه 60 انطى جزاء، والجزاء ما على عباد جزاء. بس احنا كل سنه الزوراء هيك، احنا ملايين عندنا، يخلي لنا فار. اذا ما يخلي لنا فار بعد حتى ما نجي الملعب. والله الزوراء ابو الشعل، مو بس الزوراء، والله عيب بالقران عيب، والله عيب عيب. عمي يعني اسهل فريق لي من عندنا، اسف ايش احسن من عندنا، والله عيب. عندك هي معرض الكره العراقيه، يعني الا يصير بيها دم يلا يجيبوا لنا الفار. يعني اندمرنا، والله اندمرنا يوميا احنا. الا يصير بيها دم ينكت الحكم لو جمهور يسوي شغب. ذاك الوقت عندنا الدرجال يتحرك، يا اخي عوف الكلاسيكو، هسه تعوف الكلاسيكو جيب لنا فار. مو اندمرنا صحتنا راحت، الله لا يوفقكم. عمي شعلي جيب لنا فار، الفار عندنا الدرجال، لحق على الفار عندنا الدرجال. هو هذا حكم هذا؟ اي والله كلهم حكوا على الفار، ما يخالف، مقتنعين بالفار، لازم الفار ضروري بالدوري العراقي، لان عيب بعد احنا ب 2022 بس ما حد حكى على الفريق. هسه يقولون بدايه بعد الدوري طويل، ما له غرض الدوري طويل، ذاك الدوري هم طويل والجاي هم طويل وكل عباد. انت محضر زين، اوكي ماكو اشكال فزت، بس الفريق بينقص؟ لا حد يقول لي الفريق ما بينقص، ما حد حكى على هاي. ليش؟ لان الجمهور بس يريد يباوع. وقف خلنا، الجمهور بس يريد يباوع، صفق حتى ما يصفق ظل، يجري يسلي سحب وكذا، ما يعرف شنو الموضوع. شحكي على فلان لاعب يا اخي، الفريق ما كامل. والدليل اليوم تكيمنا اليوم مو بيوم، هسه ما عاد لاعب يعوض. احنا عندنا محترف جايب لهذا، استغفر الله. تحكيمات ما هند قاسم، شنو التحكيم؟ ايش انا جاي من النجف على مود لعبه الزوراء يجي يخربها ما هند قاسم، جزاء ما يديك. الله اكبر، وين التحكيم؟ جيب الفار. كابتن خلنا نحكي لبالي عمي، احنا بعيدا عن الزيادات، تحكيمي هذا المتعود عليه، هذا التحكيم متعودين عليه. احكوا لي بفريقنا، احنا فريقنا اليوم مو زين، بعيدا عن ركلة جزاء والطريد، احنا فريقنا مو زين. المحترفين هاي مال باب الشرجي، هذا الاوغندي انا احسن منه، انزل اسكن واندار. جاي العالم من محافظات وحرقه جمهوره، والتخبط الاداري هذا كل سنه نحن نعاشينه. محترفيننا مو زينين، عباس قاسم قاعد من العام نهايه المرحله الثانيه ما حد معوض مكانه، لا انتقالات جت وعوضت مكان عباس ولا جو محترفين. فريقنا مو زين، من الصناعه احنا مو زينين. تحكيم بالعراق ماكو، مهند قاسم هو بعلوم اللعبه، والله مو والله جزاء بدك للزوراء، والله جزاء بدك للزوراء. حسبي الله ونعم الوكيل عليك مهند قاسم، حسبي الله ونعم الوكيل. بغض النظر كابتن، بغض النظر عن التحكيم وما يحكي جمهور التحكيم، كادوات كعامل بدني افضل من عندنا صراحه. نحكي احنا ما نعرف الزوراء، نحب الزوراء حتى لو يخسر. هاي كره قدم ترضى بالفوز وترضى بالخساره. الامكانيه اللي عندنا نادي الشرطه من كادر تدريبي ولاعبين وادوات افضل من عندنا، هذا واقع حال، هذا واقع حال. احنا فريقنا ما قدم، فريقنا بعد يحتاج الى عده لعبات حتى يستمر، حتى يصعد الفت اكثر بعد اكثر. احنا نقول هاي هذا قل فريقنا. التحكيم معروف ولجنه التحكيم حتقعد وتفرج وتعرف التحكيم مو زين. السلام عليكم، هارد ليك للزوراء اخوان. المشكلة الحكم مهند قاسم، انت الجزاء انطيتهم على عيني وراسي، ليش الثاني هاي ما احتسبتها؟ انت ليش شفتها وغلست؟ بس اصبر، اعطيني صبر اخوان. فار بافريقيا، الفار موجود بافريقيا اكو فار، ليش هنا؟ والله جاسر طاول، جاسر طاول. شكرا لجلال حسن سيد رحمه الله والديه. البارحه العزيمه مال فندق بغداد مال الشرطه وصلت، وعاشت ايدك يا باطل. اللي سويته اليوم، اللي سواه هو يعرف منه، اللي سواه اليوم مهزله تحكيميه واضحه قدام الكل، وعساها بيك يا مهند قاسم يا باطل.